العمارات نقسمها في عندي إشي اسمه سيكتر. سيكتر هو a group of floors. contiguous. إيش يعني contiguous أو adjacent؟ متجاورة، مجموعة من الطوابق عادة بتكون متجاورة، بس مش شرط إنها تكون متجاورة. أنا بإمكاني، رح نشوفه بعدين لما نيجي نحكي في الجروب كنترول، بإمكاني خلال لو عندي عمارة مثلاً 20 طابق، وهي عندنا هون جراوند، وعندي هون 1 ل 10، بإمكاننا نجمع مجموعة من الفلورز، مثلاً فرضاً نجمع هدول ونسمي هذا سيكتر رقم 1، سيكتر رقم 2، وسيكتر رقم 3. وبإمكاني لأغراض معينة، لأغراض تحسين الكنترول التحكم، إني أخلي مثلاً مصعد أو أكثر by one specific، حتى خلينا نحط هون or more، وS هون بين قوسين one or more specific elevators تخدمها في round trip. فمثلاً ممكن أخلي هذا المصعد في trip معين يخدم هذا السيكتر ويرجع، وهذا نفس الإشي، وأخلي هدول المصعدين يخدموا هذا السيكتر، وهدول يخدموا السيكتر الأخير منهم. فكأني قسمت العمارة soft division، قسمت هون كأني قسمتها لسيكتر وسيكتر وسيكتر. الراوند تريب اللي بعدها ممكن هذا كله يتغير، ممكن الراوند تريب اللي بعدها أخلي هذا المصعد يخدم هذا السيكتر مثلا، ممكن السيكتر هذا يكون دايناميك، فالسيكتر سيكتر سايز كان بي دايناميك، يعني بتغير من تريب لتريب. وكمان اليفيتر الوكيشن تو سيكتورز، اليفيتر تو سيكتر الوكيشن كان اولسو بي دايناميك. هاي من أنظمة التحكم الحديثة، بيصير المصعد عندي ما بتضب الشرط في راوند تريب معينة، ممكن يخدم مجموعة من السيكتورز، في راوند تريب بعدها ممكن يخدم سيكتورز مختلفة، أو ممكن يضل خلال فترة زمنية خلال النهار يضل يخدم نفس المصعدين، هدول يخدموا هذا السيكتور، وهدول يخدموا هذا السيكتور، وهدول يخدموا هذا السيكتور. هذا هو تعريف السيكتور، وهي العملية اسمها سيكتورينج، لكن لاحظوا إنها سوفت، هي راح أحطهم بخط كبير. إيش يعني؟ انه هذا متغير مش مثبت مش ثابت، ممكن ارد اغيره بعدين. هذا اسمه، هاي اسمها السيكتر او السيكترينج، عمليه السيكترينج من هون، اللي هي نوع من الباسنجر جروبينج، كاني جمعت الباسنجرز اللي رايحين على هذا السيكتر وحطيتهم في هذول المصعدين، جمعت الباسنجر اللي رايحين على هذا السيكتر وحطيتهم في هذول المصعدين، والباسنجر اللي رايحين على هذا السيكتر جمعتهم في هذول المصعدين. ممكن المره اللي بعدها يضل هذا زي ما هو، يضل حجم السيكتر ثابت، أو ممكن أغير حجم السيكتر، أو ممكن المرة اللي بعدها أخلي نفس المصاعد يخدموا نفس السيكتر، ممكن هذا أغيره. فهون هذه ممكن يكون static allocation، وممكن يكون dynamic allocation، والسيكتر سايز ممكن يكون dynamic sectoring، ممكن يكون static sector. هذا اسمه سيكتر، مجموعة، هذا مجموعة من الطوابق. نيجي على الزون، الزون شفناه المرة الماضية، الزون هي هلا هدول عادة لازم يكونوا contiguous. Thank you.
هذا هون بيختلف انه بالهاردوير مثبت. فلو جينا قارنا بالحاله الاولى هذا صار زون زد 1 وهذا صار زون زد 2 وهدول مجموعة المصاعد اللي هون لازم دائما بيخدموا هذا الزون وبمروا مرور بس من هون فهذا هون اكسبرس وهدول مجموعة المصاعد اللي هون بيخدموا هذا الزون وهذا كمان مثبت وهون عندي غرفة الماكينات راح يكون عندي هون المحركات هون عندنا غرفة المحركات لهاي المجموعة هاي المساحة استفدنا منها وهذا كله fixed in hardware هذا ثابت in hardware والسبب الرئيسي ليش رحنا على هذا ليش رحنا على الزون عدد المصاعد زاد عن 8 أو الأفرج ترافلينج تايم زاد عن الحد اللي حطيناه 60 أو 90 أو both فاضطرينا نعمل زونينج من هون هذا خلص إذا ثبتناه صار ثابت فهذا هون هذا ثابت بالهاردوير واستطعنا نستفيد من المنطقة هاي اللي هون وهاي هون لازم يمر هذول المصاعد فلازم يكون في عندي شافت مستمر الشافت موجود من هون وهذول الناس اللي بروحوا الجيرني يا باخذوا هذا المدخل وبيستعملوا هذول المصاعد يا باخذوا هذا المدخل وبيستعملوا هذول المصاعد الزون عادة في بكون فلور اسمه ترانسفير فلو لازم يكون في بين زون وزون ترانسفير فلو فعادة بنخلي واحد من الطوابق آخر طابق بهذا الزون مشترك مع الطوابق اللي موجودة هون فبإمكان الناس ففي هون رح يكون في بواب وهون رح يكون في بواب فبيستطيع الناس لما يدخل من هون إذا واحد ينتقل من هذا الزون لهذا الزون ما بيضطر ينزل للطابق الأرضي ورد يطلع مرة تانية بإمكانه يستعمل هذا الترانسفير فلور هذا اسمه ترانسفير فلور بيسمح للناس ينتقلوا من زون لزون بدون ما يردوا ينزلوا للطابق الأرضي هاي هي نقطة الاشتراك الوحيدة هذه مش هدفها سكايلوبي هاي مش سكايلوبي زي ما بكون موجود بالستاك هذا عبارة عن فلور ترانسفير حتى أقدر أعمل ترانسفير من زون لزون بدون ما أضطر أنزل مرة تانية للطابق الأرضي فإذا أنا رايح مثلا بهذا الطابق وبدي أنتقل لهذا الطابق من هون بإمكاني أطلع وبعدين أنتقل للجهة الثانية للوبي بعدين أطلع أستعمل المصاعد اللي موجود هون هذا مش سكاي لوبي هذا اسمه ترانسفير فلور اسمح لي أني أنتقل من زون لزون بدون ما أرجع لطابق الأرضي إذن هذا السكتر والزون